مساء الخير، يسعدنا نلتقي الليلة في صالون المنارة الذي أسسه الدكتور محمد سعد الدين، ونبدأ الحفل بالسلام الجمهوري. يتجدد اللقاء كما تعودنا بالحب. صالون المنارة بيؤكد للعالم كله أن مصر بخير، ونبدأ النهاردة بحكاية لطيفة كده. يوم 5 مارس سنة 1970، يعني أكتر من 50 سنة، الكلام ده كان في دار سينما قصر النيل. أم كلثوم غنت لأول مرة رابع أغنية كتبها لها مأمون الشناوي اللي هيبقى ضيفنا النهاردة إن شاء الله. مأمون الشناوي كتب أول أغنية لأم كلثوم كانت أنساك، وتاني واحدة كانت كل ليلة وكل يوم، وتالت واحدة بعيد عنك حياتي عذاب، والتلاتة لحنهم بليخة. الأغنية الرابعة كلنا عارفينها اللي هنسمعها النهاردة بالأنامل الذهبية للموسيقار محمد مصطفى على الكمان، اسمها كلنا عارفينه ودارت الأيام. على فكرة كلمة دارت الأيام اتقالت مرتين في أغنيتين لأم كلثوم، الأغنية دي وأغنية دارت الأيام عليك، فاكرينها؟ المهم الحقيقة انها ما اسمهاش ودارت الايام. عمنا مأمون الشناوي لما قرر يكتب الاغنية دي سماها اسم جميل جدا، لكن زي حاجات كتيرة في الدنيا الشهرة بتغلب الاصل. الاغنية اسمها انا ليا مين اللي حبيبي، مع الاستاذ محمد مصطفى وفرقة صالون المنارة الموسيقية، اللي بيسعدني قبل ما نبتدي اقدم لكم اعضائها اللي كلكم عارفينهم، لكن نحب نحييهم. قائد الفرقه الاستاذ علاء قرمان، على الاكورديون شاعر الاكورديون فاروق محمد حسن، وعلى الكمان الاستاذ محمد فوزي، والأستاذ عادل عبد العزيز، والأستاذ أشرف عزت، والأستاذ إيهاب محمود، والأستاذة وكمان بيسعدنا يكون معانا على آلة القانون الأستاذ أكرم عبد العال، وعلى الناي الأستاذ محمد عابد، وعلى الأورج الأستاذ عماد الشريعي، والإيقاع الأستاذ ياسر سرور، والأستاذ هيثم محمد. من المطربين اللي هنستمتع معاهم النهاردة محمد الشامي وآية عبد الله وبسملة كمال، وطبعا الأستاذ علاء كرمان. ونبدأ مع الموسيقار محمد مصطفى، دارت الأيام، كلمات مأمون الشناوي، ألحان محمد عبد الوهاب،
وهي زي ما قلت لكم انا ليا مين اللي حبيب مره في الايام.